صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله قرار رقم 30 لسنة 2018 بنقل وتعيين مديرين في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. ونصت المادة الأولى من القرار أنه ينقل السيد خالد سلمان محمد القاسمي مدير إدارة تطوير المناطق الصناعية ليكون مديرا لإدارة التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. وجاء في المادة الثانية من القرار أنه يعين السيد أحمد يوسف أحمد تقي مديرا لإدارة تطوير المناطق الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.